رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، ورجعنا أكيد لاستكمال حلقتنا اللي هي العنوسة وأكيد أسبابها. رجعنا مرة أخرى مع الدكتور عبد الله، حياك الله من جديد دكتور، وأيضا الدكتور سيف، حياكم الله. أثناء الفاصل كنت تقول قصة لكن قطعتك، لأن قلت لك أثناء الحوار إن شاء الله بنقول أو بنذكر هذه القصة. أي نعم، دائما نحن من ملاطفات الحياة المجتمعية اختلاف ثقافة الجيل للجيل. نحن جيل السبعينات مثلا يحبون الزواج مبكر والأسر تشجع عليه. قبل فترة من ما ذكر الشيخ عبدالله بعض الأمثلة، واحد وصل عمره 35 سنة، انزين، وبعدين ليش ما يبغي يتزوج؟ لأن أخولي أكبر أنا براضي يتزوج، قل له أخو ما شاء الله عليه يعني من بلاد لين بلاد ووضعه يعني المادي ممتاز وله سائل عن الدنيا، لأن شغلته شوية دائما متجول بدون ذكر الجهة أساسا. الأخو الثاني يبغى يعرس ويتزوج، لكن يقول لا عيب، كيف أعرس قبل أخوي؟ فحقيقة من كلمتني الأخت كاستشارة، والله يا دكتور كذا كذا كذا، شو الحل؟ قلت له أعطيني إياه خليني كلمني. فرصت عليه كلمني، تمام، قال لي زين أنا موافق وبعرس بس عندي شرط. قلت له شو شرطك؟ قال أبغي لي وحدة توم خلصة ثانوية عامة، بعدها ما دشت الجامعة. وهو 35. 35. قلت له بس أنا في جام بينكم فارق يعني سن شوية زيادة عن اللازم. أنت 35 و18 يعني بينكم عدد من السنين، يعني أنا أرشح دائما يكون يعني الفرق 5 سنوات شوية أقل، ما هالفارق. قال لا أنا بنت فوق 20 سنة ما بتزوجها. زين وين أجيب لك؟ يعني ما يصير هذا الكلام. صحيح. أنا ألتمس شيء واحد، شنو؟ أنك المشكلة في وين؟ المشكلة أن كل ما كبر الرجال يدور عمر أصغر في سن الزواج. هاي عادة مجتمعية تراها قريبة جدا، وهي فطرية عند الرجل أن كل ما كبر في السن يبغي وحدة وايد صغيرة، ظنا منه أن هاي بترجع له شبابه. طيب أنت خسرت شبابك أصلا، هنا المشكلة. هو تأخيره، يعني هو مثل ما تفضل دكتور، الشاب ياسي أخر 30 و40 وهذا عقب يجي ما يباله وحدة و30، لا من كثر ما يسمع، مع إن والله المرأة حتى لو وصلت ل40 بعدها مرأة شابة تعطيها مرأة، لكن يسمع كلام الشباب المجالس بداخل لي وحدة بتربيك، بداخل لي وحدة يجوز خلك بالفعل يبحث عن وحدة صغيرة، وهذه مسكين اللي تنتظره بدأت تمشي ولا حد ييها، وهذا احيانا يكون ظلم، ترى احيانا ظلم غريبه كبيره شيخ على المجتمع، ظلم في حق هاي المراه اللي خليتها وانت التهيت. نعم. يعني بحياتك. نعم. طيب دكتور، في احصائيات من صحيفه عربيه، طبعا احصائيات غير رسميه، ذكرت ان الامارات تحت المرتبه الثانيه عربيا بنسبه العنوسه. انا بقول لكم حقيقه الاحصائيات هذه. نعم. انت تعرفين احنا عندنا في المحكمه اليون يطلقون، تحرون بس مواطني يوني يطلقون عن الهندوس، النصارى، اللبناني، كل الجنسيات موجودين عندنا. للأسف الشديد يحطون في الإحصائية كل هؤلاء، يحطون إحصائية الإمارات، مع أن اليوني عندي قضايا من القضايا يمكن فوق 1000 قضية. نعم. مواطنين ينعدون، لكن أكثر القضايا اللي عندي أنا هندوس ومصريين وأجانب وأسبان وأمريكان وغيره. للأسف الشديد هاي الإحصائية يأخذونها من المحكمة يعممونها دولة الإمارات عدد الطلاق. هذا هذا هذه الإحصائية تصيب الناس باكتئاب، تقول والله ما بعرس، أنا الطلاق وايد في الإمارات. نعم. حتى العنوسة زيجة فاصل. نعم. مثل ما ذكرت أن العنوسة تحت المرتبة الثانية أيضا، هي معنا خطأ، يعني هي مشكلة كبيرة. مثلا على أساس هم يحسبون دكتور، هم يحسبون من صحيفة عربية، لا كان ليحسبها، بس اللي يحسبون دكتور العنوس اللي يحسبونها، يحسبون حتى هذه اللي جالسة البيت حتى لو عمرها 15، لو عمرها أقل عن شيء ما تدرس، يدخلونها مع الإحصائية. هم يشوفون الجامعات، يشوفون المدارس، يشوفونها كلها، يحسبونها كلها، ما يحسبون بالأربعين أو بالثلاثين أو غيره، يشملون كل هؤلاء يدخلون في الإحصائية. نعم. خلنا نتكلم عن دور مراكز التنمية الأسرية في إيجاد حلول دكتور لهذه المشكلة، لهي مشكلة أو ظاهرة العنوسة مثل ما نقول. الدور حقيقة دور المؤسسات، أو أقول مؤسسات المجتمع المدني بالذات. طبعا أنا لازم أفصل بين المؤسسات الحكومية، لأنها
مؤسسات وظيفية، ودائما المؤسسات المجتمع المدني يجب أن تعطى حيز أكبر، لأنها مؤسسة المجتمع المدني خدمية تطوعية تشتغل بحب. هذه المؤسسات تشتغل بفلوس وظيفية، ما يهمها شو الناتج. لهذا السبب الدور حقيقة أنا أقول ضعيف، دور ضعيف ضعيف، يعني أن ما حد يشجع. نعم. ما سمعنا نحن في حال مثلا وجود مثل هذه البرامج، طبيعة هذه البرامج كيف تكون مثلا سهلة جدا تسويقية مثلا للفتيات؟ أول حاجة أول حاجة أبني ثقافة نعمة الزواج، نعمة الزواج المبكر، نعمة الأولاد في البيت، نعمة وجود الزوج على الزوجة، نعمة الزوجة على الزوج. هذه نعم. نعم ربي إذا كان ربي سبحانه وتعالى يقول ومن آياته، أي علامات الوجود والبركة، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها. إذن الرجل وين يسكن؟ الرجل ما يسكن على غرفة نوم، الرجل يسكن على زوجة. نعم. فلازم نحن نغير فلسفة الفهم. الآن كل البرامج تشتغل ضد الزواج، وكل المسلسلات تشتغل ضد الزواج. نعم. وكل المسلسلات تطلع لنا مصايب الزواج. ما عندنا مشاكل هالكثر في الزواج. نعم. ما عندنا، لكن للأسف الإعلام يطلع قضية من المحكمة ويسوي عليها فيلم. لكن دور المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية يجب أن تدعم، تمام، وخاصة وزارة التنمية. وزارة التنمية عليها مسؤولية كبيرة جدا، أنا أقولها، أتمنى هذه صوتي يوصل وزارة التنمية. وزارة التنمية مسؤولة عن تنمية المجتمع، وفي تفاصيلها حتى رئيس الوزراء والحكومة حتى لما وضحت قيمة وزارة التنمية أن ما في مجرد فلوس تدفع حق المطلقات والأرامل بيزات معونة، لا، دورها أكبر. ولكن لا يحول هذا الدور إلى دور فلاشي، والله نحن أعطينا، لابد يعني من الأمور اللي ذكرها القانون. قانون مثلا برامج إعداد، ذكر الشيخ قانون اللي حط الشيخ محمد، أن تكون هناك، الشيخ عبد الله ظني كان في محاضرات، أي دورات، معناته المجتمع أختي الفاضلة لابد أنك تعلمه. المجتمع لا يتعلم عن بعد، المجتمع ما يصير ثقفة من خلال وسائل الاتصال الجماهيري. نعم. المجتمع محتاج إلى مباشرة، ليش؟ لأنها علاقات مجتمعية إنسانية. أنا كمحاضر والشيخ وشباب كثار ما شاء الله دكاترة كلهم على قدر كبير، هؤلاء لو سووا برامج في الجامعات، أنا أقول ركز على الجامعات بالذات، تمام، من ضمن البرامج الدراسية، ما أقول في يعني في المساقات الدراسية، لا، أقول كساعة حرة أسوي فيها مثلا هاي الوقت فاضي، أقول والله اليوم أتكلم عن قيمة المبكر في الزواج، البنات بيحضرون، أروح حق الشباب ويجيبهم الآيات والأحاديث والعادات والتقاليد وكلام العلماء وكلام المصلحين عن قيمة الزواج المبكر. شو قيمته؟ أنا لما أتزوج عمري 18 19 20 سنة، أنا القوم أقول برأيي الشخصي أن الواحد تحت 20 سنة لا يتزوج. نعم. وما أزوجه، لو يجيني واحد تحت 20 سنة ما أزوجه، أزوجه فوق 20. نعم. ليش؟ لأنه قد يكون نضج ومر بتجارب، وعلى الأقل يمر بممارسات المجتمع المدني حتى نرفع نسبة الزواج. نحن اليوم نسبة الزواج عندنا منخفضة، يعني حتى المادونين كثروا عندنا، لكن قل عقود الزواج، صح شيخ عبد الله؟ قلت، والسبب في ذلك عزوف. ليش العزوف؟ لأن المؤثرات الخارجية من كثر نشر عدائية الزواج. دائما ينشرون شنو؟ يا ريال وش لك في الزواج؟ خيبة ويا أراس. هاي بتنخطب تقول حق ربيعة المعرسة، بلانا جايني عريس، يا أختي وش لك في الراس؟ يقولون يعني صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك، ما وراهم الريايل غير الوذا، فدفع سلبي. نعم. هي صحيح. يعني وهي يصير تخوف أو عزوف في الفتيات. هذا اللي كان يقول الشيخ عبد الله. نعم. دكتور عبد الله قال إيش؟ أن عامل نفسي كبير. فنحن نحتاج حقيقة من على مستوى الدولة أن كم نحن مؤسسات مجتمع مدني لتخدم الأسرة. نعم. لتخدم الأسرة. أنا أقول على مسؤولين عن البرامج الأسرية هذه يخصصون محاضرات حق الشباب والبنات، خاصة
اللي في الثانويه العامه مرحله، لان يعني مو كلهم يسوون الجامعه، ما بين المحاضرات يسوون محاضرات حره تمام ولو ساعه تثقيفيه. يعني كيف ممكن نحن حتى هني نغير نظره وجه او وجهه نظر مجتمع الدكتور؟ يعني ان ثانويه عامه بيقولون لا هم طالبات هم صغار، تشجعونهم على الزواج، ممكن دراسه تلمونهم. بس عفوا شوفي انت في كل شيء يحتاج له تخصص، انت لما تكوني موظفه ما يدخلونش دورات؟ اكيد دورات حتى تكوني متخصصه. اكيد. طيب الزواج ما يحتاج له تخصص؟ قياده هذه ابن مسعود قال بالحلم والاناء والعطاء تملا قلب زوجتك امراتك. طيب هذا الثانوي وهذا الجامعي ما يعرف يقود المراه. أنا لما أعطيهم الشيخ والدكتور أيضا يعطيهم دورات، نحن نعطيهم المشاكل اللي عندنا حتى ما يقع في نفس المشكلة. أنا أعطيهم بعض النماذج اللي موجودة عندي حتى ما يأتي هو يعامل زوجته بنفس المعاملة هذه، ولا هي تعامل زوجها بنفس المعاملة هذه. أما إذا أنا أخلي الدورات عن طريق اختبار ومن خلف الكمبيوتر، ولا واحد بيستفيد. لابد من التلقي مثل ما تفضل الدكتور، إنه يسمع المحاضر يتكلم، يعطي وجهة نظر، يعطي رأي، يعطي ذكاء، يعطي لعب، يعطي أي شيء. المهم يفهم إن هذه امرأة مش بهيمة، مش حيوانة عندك. لازم تتعامل معها كحب لأخيك ما تحبه لنفسك، مثل ما تخاف على بنتك خاف على زوجتك. الجزاء من جنس العمل، تعاملها بالظلم راح تعامل بنتك بالظلم. هذا الكلام ما يقول الكمبيوتر، هذا الكلام يقولها المدرب اللي ينصح عياله أمامه. لذلك أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني يزيدون من هذه الدورات، ويكون الوعي كبير جدا. دكتور ما خلى مكان في الإمارات ما راح، ولا أنا ولا دكتور ولا أي واحد. ليش؟ لأن بنتي بتتزوج بعدين، ولدي راح يتزوج بعدين. ذلك قلبنا يعني على بناتنا على عيالنا أنه ما يضيعون، يضيعون الأسر. صحيح. الشباب قام يضيعون زوجاتهم الآن بسبب لأنه ما عنده مفهوم، ما عنده قيادة. صدق الشيخ ذكرتني بشيء قبل يمكن شهرين ثلاثة، الحين ذكرتني مقابل الشيخ. تصلي ريال قال لي يا دكتور سيف عندي طلب بيني وبينك، تمام؟ أنا عندي ثلاث بنات، إنزين كلهن كبرن، ولا يعني الرجال يا زوجي، والله إني أخاف أموت وما أفرحت فيهن. تخيلين هاي المرحلة. سبب في ذلك أن في حقيقة ليش يعني نحن بقحط سؤال مهم جدا، ويمكن نتعاون مع سعادة الشيخ في هذا الإشكالية. ليش الشباب ما يبون يتزوجون؟ ديون قروض؟ لا، أنا كنت بسألك هالسؤال، ممكن أن يكون الديون أو القروض سبب رئيسي. أنا مثلا أول في بداية عمره يأخذ السيارة اللي قيمتها 500 و600، ومن عقبها خلاص. والعراس الحين دكتور كم تكلف تقريبا؟ إذا أقل عرس نص مليون. على شيء شو نص مليون يعني؟ على الحالة المهور الغالية. ما شيء مهور غالي؟ لماذا؟ لا عادي، صرف عادي. الحين البنت ما ترضى بأي فستان عادي، وما ترضى صرف نص مليون شو يعني؟ إنزين هو قبلها ما أخذ السيارة اللي بنص مليون. وليش يأخذ سيارة بنص مليون؟ ترى هذه يأخذ مرة بنص مليون. ترى هذه هي يعني السيارة أغلى عن المرة. شوفي ترى نحن ياسين نحمل الزواج خطأ غير مقصود. نعم. إنزين أنا أقول خلي يصرف مليون في الزواج. إنزين بنتكلم عن هالمليون، لكن عندنا استطلاع من بعد فاصل، عقب إن شاء الله بنرجع لك دكتور وأيضا دكتور عبد الله. مشاهدينا عنده استطلاع بسيط ومن بعد فاصل بنرجع إن شاء الله لاستكمال حوارنا، خلكم ويانا. أسباب انتشار ظاهرة العنوسة بسبب تكاليف الزواج بقت غالية جدا، المتطلبات بالنسبة للزواج غالية، المنزل، السيارة، العفش، طبعا الحاجات دي مكلفة جدا، فبالتالي بالنسبة للشخص ما بقاش قادر إن هو يتزوج يعني. الحالة المادية طبعا جدا في كل البلاد دلوقتي، الشباب مش يعني مش متوفر له الحياة اللي هو يقدر يتجوز، والمتطلبات والرفاهية كمان. يعني دلوقتي برضو معظم البنات بتدور على شاب يعني رفاهية، مش ان هم يتعبوا زي زمان كده مع اهالينا كانوا بيتعبوا. لا دلوقتي حتى انا لما بفكر لبنتي بفكر لها برضو في الرفاهية. ظاهرة العنوسة يعني كتير كتراني هالايام، يعني في لها كتير اسباب، منها انه المجتمع يعني في غلاء يعني انه البطالة، ويعني ممكن ظروف الانسان يعني صعب انه يعني يتوفر انه يعني تساعده ظروفه انه يتزوج او يأمن انه حياة مرته يعني مستقبله وهيك. في كتير اسباب كمان والله، توفير الحاجات ضرورية دي، و المفروض الحكومات تتدخل. الحكومة لازم تفكر في بدائل بجد، يعني لازم يبقى في بدائل انه يوفروا سكن للشباب،
يبقى كل حاجة يعني يريحهم شوية في الأسعار، وممكن عن طريق التقسيط، عن طريق الشغل، البنوك، الكلام ده كله. بس لازم يعني برضو الحياة نفسها يعني فيها رفاهية، فكل الناس برضو بتفكر في الرفاهية، وبرضو يعني البنات برضو دلوقتي بتفكر في كده. ممكن انه يعني الحكومة تتدخل بهالأشياء، انه تخفض أسعار يعني بعض الأشياء اللي ممكن تساعد الرجال والمرأة انه يتزوجوا، وممكن انه الإنسان هو يحافظ على الدخل تبعه والمصروف ويحافظ على حياته.